ورا. لا هركبك ورا. اقف هنا بس ثانية واحدة. يا مرحب يا مرحب يا حسام باشا، نورت مكتبك. أني كنت عارف إنك هتحسبها صح. بص يا مصطفي، أنا زي الزيبق وماليش ملكة وصوتي من دماغي، واللي يفهم غير كده يبقى ما يعرفنيش. فمش معنى إن أنا جيت تاني إنك ماسكني من إيدي اللي بتوجعني. معاش ولا كان اللي يمسكك من إيديك اللي بتوجعك يا باشا. ده أنت الباشا بتاعنا، ده أنت الكل في الكل، وأني كل غرضي إنك تبقى موجود في وسطينا والمصلحة تمشي. اشمعنى أنا طار؟ صعبت عليا يا باشا. بصراحة صعبت عليا. فقلت نرزق سوي أحسن ما نرزق لوحديني. بتهرب حاجة تانية غير الأدوية؟ هي الأدوية وبس. أدوية وبس. وكل غرضي إني أساعد الناس الغلابة وارفع راس الرجاله، وفي النهايه اكسب لي قرشين اقسمهم معاك احسن ما اقسمهم مع غيرك. هصدقك يا طاهر، هصدقك، لاني ما عنديش حل تاني غير ان اصدقك. لو على الادويه ماشي. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اسحب الحق ليك وسيب قفل تليفوناتك ليله في مصيبه. في ايه يا شاهين؟ ابني اتخطف يا حسام. بنتي بنتي اختي شاهين ده طاهر اتخطف ازاي يعني؟ مش فاهم. ايه دي بس عشان افهم. عربيه كان فيها ثلاثه خطفوه من حيطهوس. نهار اسود. طب 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 يلا بينا يلا بينا. ايه على فين؟ هعمل محضر اثبات حاله طاهر. طب اني حاجه معاه. مش مهم. مش مستاهله طاهر. مش مستاهله. مش مستاهله؟ دي مستاهله ونص. مش قادر يا حسام، هتجنن خلاص. يا شاهين ده مش رحنا الاسم وعملنا له محضر واتهمتي بخطف الواد، خلصنا بقى. هو اللي خطف يا حسام، محدش ليه مصلحه غيره. قالي لو شفت ساهر طليقك دي هاكله بسناني. حسام تعالى نطلع عنده على البيت، انا متاكده ان هلاقي ابني، تلاقي امه اللي مقوياه. معقربه الله يسامحها. وقعت الصوت ايه؟ هو وامه ان شاء الله. قولي لي السكه يا شاهين. اطلع على مصر الجديده بسرعه. يا ست شاهين، مصر الجديدة مش كده؟ شو انت ساكت يا طاهر؟ حاضر. وفوق لنفسك. حاضر. ابني خد يا نراحة في ايه؟ تعالى بس يا عنتر، تعالى تقف معانا هنا، احنا في بيتك. عيب. ابني فين يا ساهر؟ ابنك؟ تقصدي ايه بالكلام ده؟ ما تتلويش قوي كده، وحتى ابوك كلمني. الواد فين؟ ما تنطق يا سيدي وتخلصنا، دي مهما كان امه وقلبها بيتقطع على ضناها. انت مين انت اصلا؟ يا ساهر بقول لك ابني فين؟ ابنك كان في حضرتكم، وشكلك كده اهملتيه وسبتيه لحد ما اتخطف منكم. والله شكلك انت اللي بتضحك علينا يا ساهر. بس ورحمه سلمى مراتي اللي هي اختك، لو عرفت ان انت اللي خاطف الواد لا هيبقى لي معاك كلام تاني ورزل قوي. انت بتهددني ولا ايه يا حسام؟ يا عم انا لا بهددك ولا يحزنون، كل الحكايه ان الواد اتخطف، وانا عايز اعرف انت اللي خاطفه ولا حد تاني. وهتفرق في ايه يعني؟ الله يطمن قلبك، كده ريحتنا وعرفت ان الواد عندك، قصدي ان انت اللي خاطف الواد. ايوه يا حسام، انا اللي خطفته. اه يا حرام يا ندل، هوديك في 60,000 داهيه. اوعى تغلطي باي كلمه. وانت اوعى تمد ايدك لحسن اقطعها لك. ماشي يا حسام. الواد ده ابني زي ما ابنها بالظبط. ومفيش اي قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. سليم، مفيش قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. نتكلم بقى لما تهدى كده وتركز وعقلك يرجع في راسك. سلام. انت هتسيبه هو بيقول لك انه خاطف ابني؟ ما هو ابنه من حقه يتمتع بيه، زي ما انت كمان من حقك تدلعيه وتتمتع بيه، بس بعدين. مش دلوقتي يا شاهد. هو ايه اللي مش دلوقتي؟ انت مش شايف قلبها بيتقطع ازاي؟ الواد ده لازم يسهر النهارده. خلاص يا طارق، خلاص نتكلم بعدين. يلا شاهد. يلا. المهم ان احنا اطمنا على روح يا شيخ، الهي ربنا يبتليك بمصيبه. يلا يا طارق. يلا يا طارق. يلا. اه يا حسين ما اهدي يا شاهند. اهدي يا حبيبتي. اهدى ازاي بس يا ماما؟ خير يا شاهند؟ ايه اللي حصل؟ ازيك يا محمد باشا؟ طاهر
انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ مش وقت اسئله دلوقتي، ابني اتخطف، سهر خطفه يا محمد. انا مش مصدقه ان سهر يعمل حاجه زي دي. انت بتقولوا ايه؟ هو اتجنن ولا ايه؟ ده انا هروح اجيبه دلوقتي واكسر دماغه، ابنك هيبات في حضنك يا شاهين. استهدى بالله بس يا حضره الظابط، هتكسر دماغه ليه؟ مؤامره ايه؟ الراجل خطف ابنه، يعني مفيش جريمه. انت هتحاميله ولا ايه؟ انا مش بحاميله يا حضره الظابط، انا بتكلم بالعقل. في الاول وفي الاخر مش عايزين الواد يشوف هم وابوه هما بيقطعوا في بعض. ساهر ما بيجيش غير بالعافيه يا حسام، انا عارفه. معاكي حق يا ست شاهندة، في ناس ما بتجيش الا الضرب البلغي. ما تخرس انت، انت ايه اللي دخلك ما بيننا؟ بس يا طاهر، اظن مش من الذوق يا محمد بيه، وعيب انك تعمل ضيوفك كده. انت هتعلمني العيب؟ وليه لا يا باشا؟ ده كان زمان قبل ما تبان على حياتك. ما يصحش كده يا محمد، عيب. طاهر اتغير يا محمد بيه، اتغير. زي ما كل حاجه اتغيرت بقى بيه. يا بيه بيه ده منظر بيه؟ بقى بيه منين؟ من كرم ربنا، عشان نيتي الصافيه وقلبي اللي زي الحليب. طاهر بقى مديري في الشغل يا محمد. مديرك؟ وانت ما لقيتش غير طاهر المسطيه عشان تشتغل عنده؟ وماله طاهر المسطيه يا محمد باشا، ده احنا كلنا ولاد تسعه. وبعدين انا ياما خدمتك. اطلع بره يلا، اطلع بره. بدل ما تتخانقوا مع بعض شوفوا لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. اخوك حسام عنده حق، ندي فرصه لساهر انه يفكر شويه ويرجع العقل ويرجع الولد، بدل ما نخش في مشاكل معاه. انت كمان يا ماما هتقولي كده؟ ما احنا لازم نحايله. انتوا احرار، انا ممكن اجيبه وابيته في التخشيبه لحد ما يجيب الولد. بتهمه ايه يا باشا؟ من غير تهمه، بلطجه كده وخلاص. ولا انت نسيت انا بقيت ايه؟ بطل افترى على خلق الله. مالكش دعوه. عيب يا محمد، انت بتكلم اخوك الكبير. الكبير كبير باخلاقه مش بالسن. وانا مش هرد عليك عشان انا الكبير باخلاقي يا محمد. سيبيه يا ماما، واضح ان محمد بيه نسي حاجات كتير. طبعا لازم انسى، لازم انسى الكدب والتمثيل اللي انت مثلته علينا. بطل بقى كفايه بقى. ايه ده، تفضلوا تتحلقوا كتير. حسام على فكره اخوك عاوز يكتب كتابه الاسبوع اللي جاي، وكان عاوزك يعني عشان تساعده في كل حاجه. لا انا شايف ان ناجل المره طبعا، دي وجهه نظري يعني. يعني ايه يكتب كتابه واخته عندها مشكله؟ انت مالك؟ انا ما عزمتكش. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد؟ انت بتخرف؟ خلاص انت مالكيش دعوه، انا عارف انا بقول ايه. انا حر اعزم اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش ما اعزموش. ولا انت ليك راي تاني؟ انا ماليش اي راي. انا لحد كده وحلو. اه محمد باشا، انا اذنك يا بابا، انا اذنك يا شاهين. يلا طاهر يلا. يلا يا باشا يلا. السلام عليكم. عملتيها تاني؟ هعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ ده ايه الصدفه السعيده دي؟ ده ايه الصباح النادي دي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا مكتبي هنا، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ واني النادي بتاعي هنا جنبك على طول. شوف الصدف الحلوه، اصلاني كل يوم الصبح لازم اروح النادي اعمل لي شويه رياضه. ايه ده؟ ايه اللي عمل كده؟ اني مش عايزك تنعي هم حاجه. أني هبعت لك السواق بتاعي يجي ياخد العربية من هنا ويجيبها لك مكان ما أنت عايزة. لا 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 متشكرة، أنا هسيبها وهاخد تاكسي. تاكسي إيه؟ تاكسي إيه؟ أنت عايزة الناس تقول علي إيه؟ ما يصحش كده، أني هوصلك بعربيتي للمكان اللي أنت عايزاه. أصلاني كمان يعني عايزك في موضوع. موضوع إيه؟ يعني هقول لك عليه وأني بوصلك. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي ما تقلقيش، اتفضلي. اتفضلي اتفضلي يا ست شاهينتي، اتفضلي. ايه يا طه، ايه الموضوع اللي انت كنت عايز تكلمني فيه؟ بصراحة كده انا حاسس ان انت لوحدك ومحتاجة الناس حواليك يونسوكي وياخدوا في حسك. فعلا يا طه، انا حاسة ان انا لوحدي بالرغم ان انا حواليا ناس كتير قوي. يعني مش فاهم ليه حسام اخوكي مرضيش يخليكي تشتغلي معانا في الشركه، مع ان ده كان هيبقى حل كويس ان انت تبقي في وسط ناس. انا قلت له هو رفض. انا برضو مش فاهمه هو ليه رفض، وليه سكت على ساهر ومامته لحد دلوقتي ومش راضي يساعدني. انا لو مكانه اجيب لك المحروس ابنك من اللي اسمه ساهر ده، حتى ولو بالعافيه. متشكرة أوي يا طاهر. لا متشكرة إيه؟ متشكرة إيه؟ دي أقل واجب
اعمله مع ام قلبها محروق على ابنها؟ ده غير ان انت بالخصوص يعني امرك يهمني. مش فاهمة يا طاهر، يعني سمعنا انا؟ والله يا شاهين دي، انا من ساعة ما شفتك واني حاسس ناحيتك براحة نفسية ما حسيتهاش مع اي حد. راحة نفسية؟ يا بختك يا طاهر، انا بقى نفسيتي باظت من ساعة ما خدوا ابني من حضني، ونفسي يرجع لي تاني بقى. هيرجع لك بإذن الله، هيرجع لك بالذوق بالعافية، هيرجع لك. يا ريت يا طاهر، بس مين اللي هيرجعه ازاي؟ سيبيها على يدي، ما تخافيش. جراية يا ابني، انت خيلتني. اصلاني يعني حسام، يعني حسام بيه، يعني كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف دلوقتي يا حسام بيه، يعني ان اني دلوقتي وضعي بقى مختلف، يعني اني دلوقتي ربنا كرمني ومعايا فلوس كتير. ربنا يزيدك، اختصر في ايه؟ أني شايف إن إحنا يعني لازم نقرب من بعضينا. جراية طاهر في إيه؟ لا أنت بتخرف ولا إيه؟ لا يا حسام، لا أنت فهمتني غلط. أني قصدي يعني خلاص شكلك مشغول كده. هو من ناحية مشغول فمشغول. بمناسبة مشغول دي بقى، عندي ليك خبر معرفش احتمال يزعلك شوية، ولو اني اشك. خير؟ من اول الشهر الجاي هفتح شركة صغيرة كده على قدي. ليه ده اني لا لا ده اني ممكن اعمل لك اي حاجة. طاهر انت تكرهني الخير؟ لا. طيب كل ما في الامر ان انا افتح شركة صغيرة كده مع نفسي، ربنا يكرمني زي ما كرم. طيب لا اكره لك الخير ازاي يعني؟ لا طبعا، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا حسام، ربنا يوفقك يا حسام. ما احنا يعني هتفتح شركة وهتنافسني، ويعني خلاص بقى نشيل التكليف يعني عادي. طاهر من هنا لغاية ما اموت التكليف ما يتشالش، وزي ما قلت لك انا مشغول. سيبها على الله. يا ايه؟ يا حسام بيه. شفت يا ماما؟ شفت الاستاذ ساهر اللي عايزانا نتصالح معاه عمل فيا ايه؟ ايه؟ ايه تاني جاي مزعجك ليه؟ حصل ايه تاني؟ الجبان راح عمل لي محضر في القسم، بيتهمني فيه بضياع الولد وبيحملني المسؤولية. ما هو طبعا، العين دي ولد الكفر. زنقك في خانتي ليك عشان انت حاضنة للولد. يا عيني عليا، الاسم عندي اخوات رجاله ومش عارفين يجيبوا ابني من اللي خطفوا. اللي خطفوا ده يا حبيبه قلبي ده يبقى ابوه، يعني مهما حصل هيبقى حنين عليه. وبعدين انت فاهمه اخواتك ايه؟ بلطجيه هيروحوا يعملوا له ايه يعني؟ يعملوا اي حاجه يا ماما، المهم يحسسوني ان هم في ظهري، مش كل واحد منهم مشغول بحياته وانا مش فارقه معاهم. حسام قال انه عاوز يتفاهم معاه بالذوق، وانا شايفه ان الكلام ده مظبوط عشانك وعشان الطفل. ذوق ايه يا ماما؟ بقول لك عمل محضر عشان يرفع عليا قضيه. ايوه، ما هو بيتمادى في العند عشان انت اللي بدات العند يا شاهنده. الله جرايه يا ماما، انت معايا ولا معاه؟ انا مع الحق، هو بيتمادى في العند عشان انت اللي بدات العند. ما كانش صح ابدا انك تخبي عليه انك حامل. ايه، هنكسر شرع ربنا وتغلطينا كلنا يا شاهنده؟ احنا مش عارفه انتوا حصل لكم ايه كلكم. انا قرفت، ده انا اللي زهقت من حياتي كلها. عفارم عليكم يا رجالة، هو ده الشغل اللي على مية بيضة بصحيح. يلا اتكلوا انتوا على الله، واني لو احتجت اي حاجة هكلمكم على طول. الف سلامة الف سلامة.
ايه يا عسل انت يا عسل انت؟ ايه ادي الحلاوه والطعامه دي؟ لا ما تخافش مني يا حبيبي، ده انا عم طاهر المصطهي. يلا هات بوسي. انا عايز ماما. عايز ماما؟ مامي زمانها جايه جايه بعد شويه. ما خلاص يا عم فوزي، انت هتغني له ولا ايه؟ ده انا هغني له والعبه وارقص له باليه كمان لو يحب. ايه دي ابن الغاليه. ايه الحنيه دي؟ امال ايه يا ولي؟ امال ايه؟ ده اني ينبوع حنان بس ما حدش حاسس بيه. انت هتقول لي بقى تخطف الولي وتعمل كل دي عشان تتجوز امه؟ وكان عندي استعداد اعمل اكتر من كده كمان، المهم انول اللي في بالي واتجوزها. وش معنى شاهين دي بالذات؟ ياد يا غبي افهم افهم، ده جواز مصالح. يعني اني لما اتجوز شاهين ده الاموره دي انت هتعلى وسط الخلق. وبعدين هو انت ناسي هي تبقى بنت مين ولا اخواتها يبقوا مين؟ طب ما انا اخوك ومش متجوز ولا عندي عيال، يعني انا اولى بيه والنسب برضه هيعود عليك، ولا انت مش عايز تفرح بيا؟ انا عايز افرح بيك تحت تريلا تكون دايساك رايح جاي. وفكرك يعني شاهين دي هتوافق بيك لما تعرف انك متجوز وعندك عيال؟ ايه؟ وهو مين اللي هيتجرأ ويقول لها انني متجوز؟ انا عارف يا اخويا هم ولاد الحرام كتير. طب خد بالك خد بالك يا ابن الحرام انت، وحسك عينك تطلع منك كلمة كده ولا كده، فاهم ولا لا؟ فاهم فاهم يا اخوي. ده تنانيلة في حظنا الهباب. انت يا شاهين ده فين؟ اوعى ايدك. عيب يا ساهر، ابنك عندك من ساعة ما خدته. يا طنط في ناس هجموا علينا في المزرعة وضربونا وخدوا الواد. كذاب انت كذاب. حسام معاك، وتلاقيك انت وامك الحربايه عاملين الفيلم ده عليا عشان تحرموني من ابني طول العمر. ابني فين يا جبان؟ ابني فين؟ بس بقى عيب يا ابني، عيب، احنا لا يمكن نعمل حاجه زي دي ابدا. يعني ايه يا طنط؟ امال الواد راح فين؟ انتوا السبب في ضياعه، ده لو كان ضاع اصلا، وساعتها بقى مش هسكت وهوديك انت وامك في 60,000 داهيه. انت هتعملي فيها بريئه؟ امال مين اللي مصلحه في خطف الواد؟ معرفش يا ساهر. يعني يا ماما ابني ممكن يكون اتخطف فعلا؟ ايه ابني ضاع ومش هشوفه تاني؟ لا يا ماما، لا يا ماما انا مش مصدقه يا ماما. لا يا ماما. ان شاء الله هنلاقيه ان شاء الله. بجد يا طاهر؟ الا بجد وجد الجد كمان، اني وعدتك اني هجيب لك ابنك وزي ما وعدت وفيت. هو فين طيب؟ ابنك في الحفظ والصوت، تعالي معايا واني اوريه لك. طب يلا بسرعه. حبيبي يا ابني، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، وانت هتجنن عليك بعد ما اتخطفت مني. وحشتني قوي يا ماما. وانت يا حبيبي وحشتني قوي. عمو طار جاب لي لعب حلوة وبيحبني وجاب لي حلويات وجاب لي حاجات حلوة. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي. هو قال لي يا بركة غيرك يا حسام بيه؟ ده أنا نفسي أجيب لك الدنيا بحالها بس أنت تؤمر يا غالي يا ابن الغالية. والله يا طاهر ما عارفة أقول لك إيه، أنا متشكرة قوي. متشكرة على إيه؟ لا شكر على واجب، اهم حاجه ان انت تكوني مبسوطه. مبسوطه بس؟ ده انا طايره من الفرح، ده جميل عمري ما هعرف اردهولك. جميل؟ طب يعني لو جاتلك الفرصه ان انت تردي الجميل هتتاخري؟ اتاخر ازاي؟ ده انت رديت لي روحي لما رديت حسام لحضني تاني. طب يعني حس كده انا ليه عندك طلب؟ انت تؤمر مش تطلب بس. أنا كنت عايز ولا بلاش، مش وقته، أنا عايزك تفرحي برجوع حسام، ولازم أن تعرفي إن أنا الوحيد اللي هيقدر يحميكي أنت وحسام من ساهر وعيلته، ولو طلبت مني إن أمحيهم لك من على وش الأرض هعمل كده. وأديكي شفتي بنفسك أنا عملت إيه عشانك. والله انا ما مصدقه اللي انت عملته علشان يا طاهر. لا صدقي، ده انا ممكن اعمل اكتر من كده بس كله باوان. ومن دلوقتي حمايتك انت وحسام مسؤوليتي، وهخلي حد من رجالتي يمشي معاكي دلوقتي لحد البيت عشان تبقي مطمنه. طيب ماشي يا طاهر، يلا يا حسام. سلام. سلام سلام يا ست الناس. الحمد لله،
احكي لي ازاي ده حصل؟ خارجه من باب المكتب وشايله هم الدنيا كله فوق دماغي، لقيت طاهر في وشي بيقول لي ان هو جاب لي حسام ورجعه لي تاني الحضن. الحمد لله، والله كتر الف خيره الجدع ده. الحمد لله على سلامة حسام الصغير يا شيماء. الله يسلمك يا حسام. بقول لك يا ماما، انا عايزه كده اعمل عزومه لطاهر عندنا هنا، على الاقل يعني ارد له جزء من جميله، ولا ايه رايك يا حسام؟ بعدي عن طاهر يا شيماء. خير يا حسام؟ ماله طاهر؟ لا هو من مستوانا ولا زينا. طاهر ده من طينه تانيه خالص. بالعكس بقى، انا شايفه ان هو انسان اخلاقه عاليه جدا، وكفايه ان هو الوحيد اللي وقف جنبي في محنتي ورجع لي ابني. غريبه، اتقلبت عليه كده ليه؟ هو عمل فيك حاجه؟ ما يقدرش يعمل حاجه، انا اللي قررت اسيب الشغل عنده بمزاجه. ليه بس يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا انك لقيت شغل محترم يليق بيك. ما تقلقيش يا ماما، جالي عرض اشتغل مدير لشركه استيراد وتصدير بمرتب كويس جدا ونسبه كمان من كل عمليه. مدير مره واحده؟ مدير صاحب الشركة معرفة قديمة وبيثق فيا ومصر ان انا لادير له شغل. لا اذا كان كده بقى سيبك من طاهر ولا يهمك. مين صاحبك المعرفة ده؟ اللي هو متقاعد ما تعرفوش. اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم خالد. غريبة، ما سمعتش عنه قبل كده. اكيد ما سمعتش عنه، لانه خرج من الخدمة وطلع معاش قبل ما انت تتخرج. عموما ربنا يوفقك يا ابني. طب يا شاهين، الحمد لله على سلامة حسام. انا قايم، مش عايزه حاجه؟ رايح فين؟ عندي ماموريه، ادعي لي بقى لحسن، بقى لي فتره بطلع ماموريات في شنك وفي سلاح كتير قوي داخل البلد. ربنا يوفقك يا محمد وتقبضوا عليهم كلهم. ان شاء الله هقبض عليهم، طالما حطيتهم في دماغي يبقى هقبض عليهم ان شاء الله.